عليك. اسمها في غرة التاريخ ضاوي فضل أمير جوده الواسع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين دائما. أيها الإخوة المتابعون على الهواء مباشرة، أحييكم أرحب بحضراتكم في يوم مبارك إن شاء الله، يوم الجمعة 26 من أكتوبر 2018، في يوم خاص بسن اللقايا وهجن أبناء القبائل، حيث تنطلق في صبيحة هذا اليوم أشواطنا الأولى الرئيسية الخاصة بالإنتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق للجميع في هذا الصباح، بعد أن نهني صاحب المركز الأول في شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالإبكار وتحقيق التماس للسيد ناصر بن مسلم آل نابت الذي حقق ناموس الشوط الأول الرئيسي الخاص بالإبكار. انطلق على بركة الله شوط أول رئيسي خاص بالقعدان، ومسيرة موفقة إن شاء الله لهذه الشعارات في سباقنا المحلي الرابع. قطعنا الكيلومتر الأول ونعلن أول المراكز المنطلقة هنا مبعد على المركز الأول بشعار سيف بن جبر بن فيصل النعيمي على المركز الأول على الصدارة، يقود هذه الأسماء من القعدان المركز الثاني. شعار السندباد على المركز الثاني هملول صالح بن حمد القمر النابت على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين على المركز الثالث، شفيع بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل على المركز الثالث. إلى المركز الرابع ننتقل لنجد المركز الرابع وشعار بن نايفة على المركز الرابع مع شكلان مبارك بن عبد الهادي بن محمد بن مبارك بن نايفة. الشعار التاريخي ينطلق على المركز الرابع. المركز الخامس الشرس للسيد راشد بن علي الحميدي بن مقارح على المركز الخامس. هذا النداء الأول إخواني متابعينا الكرام مشاهدينا على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة الريان، على الهواء مباشرة من تتابع انطلاقات ميدان التحدي في هذا العالم الساحر، رياضة سباقات الهجن ونقل قناة الريان الحصري لهذه السباقات المحلية. متمنين التوفيق للجميع في موسم موفق إن شاء الله. السيارات الجوائز العينية القيمة التي رصدت هنا في ميدان التحدي، الكل يطمح بتحقيق ناموس، بخطف سيارة، بخطف جائزة نقدية ثمينة في هذه السباقات المحلية، إلى أن تأتي السباقات الكبرى، بداية في سباق المؤسس الذي سينطلق إن شاء الله في الشهر بعد المقبل إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع. نعود إلى مجريات شوطنا الأول الرئيسي يا أخواني. الشوط الأول حرك يا اللي بتحرك، حرك. النعيمي راح مع مبعد على المركز الأول على الكادر الفوقاني، يغرد خارج السرب كما يقول زملائي المعلقين، دائما في لقطة مميزة لصاحب المركز الأول خارج السرب. مبعد على المركز الأول ينطلق في صدارة الشوط، لكن المركز الثاني سندباد قطر مع المركز الثاني هملول صالح بن حمد آل قمر النابت أحد يخطر الأسماء وأقواها بالمركز الثاني. المركز الثالث يتقدم شاهين، شفيع بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل على المركز الثالث. المركز الرابع هملول، أول نداء لهملول للسيد راشد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين. وين وصلنا؟ عند المركز الخامس شعار البريدي مع الشرق الأوسط.
الخط. هذا هو حاضر الشرق الأوسط بما يحمل من مفاجآت. هذا الشعار البحري نواف بن هادي بن حمد البريدي على المركز الخامس، ويتقدم براق لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. خلاص يا أخواني، خلاص يا أخويني أخواني. النعيمي، النعيمي الشوط الأول الرئيسي، الشوط الأول بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. هنا مبعد 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 القمر، وصلك القمرة يا النعيمي. سندبادي قطر على المركز الثاني، لكن مرتاح مرتاح راعي مبعد، مرتاح بالمقدمة بدون أي أوامر. عصاته راق دوامنا، راق دوامنا عصاته في الشوط الرئيسي الأول. يحقق الناموس، يهدي مالك هذا الشعار منطلقا بالمركز الأول. سيف بن جبر بن فيصل الرمزاني النعيمي، هذا الناموس الصباحي بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات. العصا بالبطان، تهانينا والناموس لمالك مبعد سيف بن جبر بن فيصل الرمزاني النعيمي. وصباحك ناموس يا النعيمي على فوز وتحقيق مبعد ناموس الشوط الأول الرئيسي. المركز الثاني، المركز الثاني هملول صالح بن حمد آل قمر النابت. المركز الثالث شاهين شفيع بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل. المركز الرابع مرعوب طالب بن فرج بن محمد بن فهيد المشروم. المركز الخامس، المركز الخامس رقم كم؟ المركز الخامس رقم 32 اللي بالمركز الخامس بالفعل شاهين لي زايد، أو من يحمل شعار بن مقارح بالفعل الوسمي راشد بن بخيت بن علي بن مقارح. على المركز الخامس من يحمل الرقم 34 هو الوسمي لراشد بن بخيت بن علي بن مقارح. أيها الإخوة المتابعون، كان هذا حضورا رئيسيا أول في شوط القعدان الرئيسي. حينما قام راس وأنهى الشوط راس، هذا هو قعود النعيمي الذي فاز بأول الأشواط الصباحية الرئيسية الخاصة بالإنتاج والناموس، غير مع هذا الشوط الرئيسي الأول الذي حققه وفاز به مبعد بدون أي أوامر. التوقيت المميز 6 دقائق ثانيتين و21 جزء من الثانية هو من سجل التوقيت المميز والأفضل في هذا الصباح بعد أن شاهدنا الشوط الرئيسي الخاص بالأبكار. يحقق مبعد التوقيت الأفضل لسيف بن جبر بن فيصل الرمزاني النعيمي، تهانينا والناموس. المركز الثاني 6 دقائق 8 ثواني 76 جزء من الثانية، هذا هو هملول لصالح بن حمد آل قمر النابت، تهنئة لسندبادي قطر. المركز الثالث 6 دقائق 9 ثواني 8 أجزاء من الثانية، هذا هو شاهين للسيد شفيع بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل، تهانينا والناموس لكل الفائزين. متابعينا الكرام، الأشواط الرئيسية انتهت